ناس كتير جدا عندهم انتفاخ، وناس كتيرة جدا عايشة مستسلمة لفكرة أنا عندي قولون عصبي، والمصريين كلهم عندهم قولون عصبي، وبالتالي عندي التوابع بقى الإمساك و و و و إيه نوعية الأكلات اللي تخلينا عايشين حياة آمنة من غير كل الانتفاخ والغازات والإمساك والتهاب، أو إن إحنا مقتنعين إن ده قولون عصبي؟ هو القولون العصبي الاول قبل ما نشخصه لازم يعني بنشوف الاعراض بتاعته، بنستبعد يكون ان يكون في اي سبب تاني غير الاعراض بتاعه القولون العصبي. يعني لما نوصل لتشخيص القولون العصبي ده اخر حاجه. وبعدين هو القولون العصبي ممكن يجي في اشكال مختلفه، يعني ممكن يجي في وجع في البطن، ممكن يجي في مغص، ممكن يجي امساك، وساعات ممكن يجي اسهال، وساعات يجي لحد امساك يعني. فنتعامل فاحنا ازاي لازم بقى نشخصه اكله؟ الاول، وبعد كده بقى حسب بقى لو هو جاي مثلا في ناس بيجي لها بامساك، وفي ناس بيجي لها العكس خالص، ممكن يجي لها اسهال. يعني مثلا زي مثلا ساعات ناس تبقى عايزه عندها امتحانات او حاجه تلاقيها بتدخل الحالة بستريس، النفسية تلاقيها بتزود. بتدخل فحسب بقى هو جاي بايه. لان لو جاي بامساك طبعا هو بيبقى العلاج بتاعه ان احنا نزود الالياف في الاكل، ونشرب ميه كتير، ونعمل رياضه. هو كومباينيشن كله علاج مع بعضه، بس لو هنركز على الاكل نفسه ان احنا نزود على اللي احنا كل يوم ناخد الياف. الياف ديت بتبقى حبوب كامله زي مثلا القمح الكامل، العيش البني او العيش او الرده، العيش اللي برده، العيش البلدي او الرز البني او مكرونه الشوفان، الخضار، الفاكهه لازم نكتر منها. الأناناس في فيه انواع، ألياف مش في كده؟ لو عشان الامساك في انواع كتير من الخضار والفاكهه، زي مثلا عندك مثلا البنجر، ده من اكتر الحاجات اللي بتعالج الامساك. لو كل يوم حد عنده امساك مزمن واكل كل يوم حط بنجر على السلطه هيساعده جدا. عندك كمان البرتقان برضو بيلين، عندك القراصيا بتعتبر برضو بتعمل عليها ابحاث ان هي والبنجر ده يبقى ملينه. ني ولا مسلوق؟ لا يعني مسلوق. مسلوق بيتسلق وبعد كده بيتقطع بقى على السلطه. حلو. حتى بكم السكريات اللي فيه؟ ما هو احنا مش بنحط كميه كبيره، يعني زي ما انا بقول معلقتين. لك يعني يعني انت مثلا ممكن شريحتين او ثلاثه على طبق السلطه، بس فعلا هو قوي جدا. وكمان ان احنا نحاول ان احنا ناخد الحاجات اللي فيها بروبايوتيك اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتعزز من صحه الجهاز الهضمي، موجوده في الزبادي. وطبعا انا بنصح احسن بالزبادي اللي الدسم بتاعه قليل او خالي الدسم، بس انا بحب اللي هو بيبقى دسمه قليل، يعني احب فيه بلاش نسبه خالي، دسم علشان انت قلت الابزوربشن قبل بتاع كده. الفيتامينز اللي هي الادك الاي والدي والاي والكي بيعتمد دايما على لازم يكون فيه نسبه ايه دهون. فطبعا البروبايوتيك دي بتبقى موجوده في الزبادي او في وفي انواع من الزبادي بتبقى مدعمه بالبكتيريا النافعه. يبقى مكتوب عليها يعني ولا بيبقى مدعم اكسترا او زي بلس؟ الاكتيفيا مثلا، ده بيبقى مدعم اكزامبل يعني. او ساعات برضو اللبن الرايب، في بعض انواع المخلل اللي هو بيبقى مخلل الكرنب، هو نوع كوري كده، بيبقى برضو بيبقى مليان بروبايوتكس. بيبقى فيه بروبايوتيك.